ثاني أيام العيد مستمرون معكم بتغطيتنا لأحوال السوريين وعيدهم أينما كانوا. اليوم ضمن جولتنا رح نزور مرسين وألمانيا وتفاصيل العيد وسط ظروف الحجر والتخوفات من كورونا. تابع التفاصيل بعد التقرير. الأعياد السابقة كان في إمكانية إنه تنزل لوجين مع أحمد على الكورنيش، نروح على مدينة الملاهي، نزور المعارف والأصدقاء، نقضي وقت برا البيت أكثر. أما هذا العيد فهو مختلف، رح نقضيه ضمن البيت. حاولت أعوض لوجين وأحمد بعض الأنشطة اللي نقضيها سوا بالبيت. اشترينا شوية قصص، ألعاب جماعية. كنا نزور أقاربي وكذا، كنا نمرق من قدام الشرطة ما حدا يسترجي لنا شيء. أما بهالعيد صار كل شيء مقتصر جوات البيت، حتى أنه يعني بسبب الحجر الصحي صار لعبي أنا ورفقاتي عن طريق النت، أنه رح يكون هالعيد مثل الأيام العادية. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا من مرسين التركية فاتن عبارة. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بخير. يسعد مساكم وكل عام وأنت بخير، شكرا كثير. سيدة فاتن، يعني معروف مرسين التركية فيها مختلف الفئات من الشعب السوري، فئات عمرية مختلفة من جميع المحافظات قاعدين بهي المدينة. خلينا نحكي عن العيد بين السوريين بمرسين. هلا عادة السوريين يعني وضعهم بمرسين قبل جائحة الكوفيد يعني 19 كان في زيارات أكيد مثل سوريا، يعني في كتير لأنه من جميع المحافظات، حتى فالكل متعود يعني أنه يزور بعضه بالعيد، وحتى الأطفال بتلاقيهم بالأماكن المخصصة لهم، يعني بينزلوا بيلعبوا بالمراجيح وبيلبسوا ثياب جديدة و بيلعبوا هن وأصدقائهم، وهيك يعني هيك بالعادة الجو بمرسين. اختلاف العادات يعني أثر برأيك على هذا النسيج، خلينا نقول السوري بمدينة مرسين، ولا صار في تفاعل حلو مثل ما بيقولوا؟ هلا فيك تعتبر إنه التفاعل ما إنه كتير كبير، يعني نتيجة كمان إنه السوري ما عم يتعلم اللغة التركية، فما عم يقدر يقرب كثير من التركي بهالخاصية هي بالذات. بس الأطفال عم تتعلم التركي وعم يصير فيهم أصدقاء أتراك وبيلعبوا مع بعض، أنا بشوفهم كثير بالحدائق بيحكوا مع بعض تركي، فبتلاقي في انسجام يعني الأطفال بالذات أكثر من الكبار. ولو إنه نحن بنسمع إنه في لوادقة، نسبة لوادقة أكثر بمرسين أيهم، بس أنت حاولت تقول مشهور بمرسين. طيب خلينا نعرف منك أستاذة شوية التحضيرات اللي صارت لهذا العيد لهالسنة. أنا بس بدي على شوي على فكرة نسبة الحماسنة أكثر، أنا كوني حمصية نسمع حماسنة ولوادقة. إيه الحماسنة الجالية الحمصية كلها هون مسمينها إحنا مرسين العادية. كمان يا حي الله. أهلين فيكي. طبعا التحضيرات اللي تمت، انا بعرف كثير، انا موجود بكذا جروب، يعني عاملين احنا كذا جروب هون ل خلينا نقول نساء بمرسين او عائلات مرسين، فانا شفت التحضيرات اللي تمت كونه في حجر صحي وحدا عم يطلع من بيته، فبيقولوا انه مثلا وين بيبيعوا الالعاب، نجيب لاطفالنا مثلا بدنا حلويات العيد، فهيك كانت التحضيرات يعني. وانا بالنسبه لي في كثير اشخاص كمان اشتغلنا بموضوع إنساني، شاركنا، وزعنا، قدرنا يعني نعطي ناس طبعاً محتاجين، يعني هيك شيء. يعني التنسيق للعيد لهذا العام كان موجود، ولكن مثل ما ذكرتي عبر الأونلاين، يعني عبر النت، إنه بتنسقوا مع بعض وتتفقوا وين المحلات الفاتحة وبتدبروا حاجياتكم. حتى اعتمدنا يعني إنك أنت لما كنا رح نزور العالم ببيوتها مثلاً، لا لا وزعنا كروت مثلاً وهن يروحوا يشتروا بالمولات، يفضل يعني هيك مشان ما يصير في احتكاك كبير بينه وبين العائلات.
مثل ما ذكرتي سيدة فاتن، يعني العيد بالعيد وفي ظل الحجر المفروض على الجميع، شو التفاصيل؟ خلينا نحكي شوي عن التفاصيل اللي عملتيها حضرتك مثلا بالعيد. شو حضرتي حلويات؟ كيف تعاملتي مثلا مع الأطفال؟ هل سمحتي لهم يخرجوا؟ يعني ما في حظر كامل تقريبا للأطفال في مرسين، أو في حظر؟ لا، في حظر كامل على طبعا كامل. نعم، بالنسبه للتفاصيل اللي سويتيها بالبيت، اذا ممكن تحكي لنا عن العادات تبعيتكم كمان كحماصنه. هلا العادات مثل بتعد مثل اي سوري، يعني باي محافظه. نحن عاده من حضر الحلويات، يا اما بالبيت يا اما بنجيب اجازه من محلات الحلويات. بس انا هي السنه طبعا اشتغلت على ايدي، يعني كانت هاي شغله كثير حلوه انه انا قدرت اسوي حلويات على ايدي وطبخت طبخات يعني خاصه للعيد. شو طبختي؟ انا عاده يعني شو عملتوا اول يوم بالعيد؟ قصدك يعني اكل؟ ايه هلا نحن عملنا ورق عنب بالعاده، نحن مشهورين فيها. تماما، بدي اقول لك نزل بوست على الفيسبوك انه 90% من السوريين عاملين ورق عنب او ورق دوالي حسب اختلاف المسمى. ايه فعلا ورق عنب، الكبه المشويه يعني. الكبه الحمصيه. فهلا فعلا انا من بدايه الثوره لحد الان، يعني من 10 سنوات، هذا 10 عيد بمر علينا. انا بالعاده نهائيا ما بعيد ابدا، يعني يعني بعتبر انه العيد لحتى نرجع لوطننا والمعتقلين يطلعوا طبعا من المعتقلات. اكيد هذا الغصه موجوده بقلب كل سوري، ولكن يعني لازم دائما يكون في عنا امل، ودائما انه نفرح بتفصيل العيد، يعني بيوم العيد، بلبس العيد، بالعيديه، باكلات العيد، يعني حتى بظل هذا الحجر يمكن تغيير شوية ديكور البيت ممكن يعطينا جو جديد نحس فيه. شو رأيك؟ رح أقول لك شو عملت أنا. ديكور البيت طبعا غيرته. أنا بحب الزراعة كتير، حاولت أنه أزرع كتير نباتات حلوة عندي بالبيت. زرعت وحطيتهم بالغرف، يعني عطت جو جديد للبيت وحلو كتير. النباتات حقيقة كتير من الناس اليوم قررت أنه تحط نباتات ببيوتها لحتى فعلا مثل ما ذكرتي ترجع الروح شوي، وكتير في من الأشخاص حاولت تتحايل على الحظر وجمعت كلها ببيت واحد. يعني مثلا بيعرفوا أنه اليوم في حظر حيصير، فمن قبل بيوم بيجتمعوا وبيلتقوا، أحيانا بيناموا بنفس البيت لا يكونوا مجتمعين سوا بمناسبة أو بأي شيء مثل ما ذكرتي، أو بالعطلة يقضوها سوا. أي فعلا الحظر الماضي فعلا كان في بالبيت هوني شي حوالي تقريبا في شي 10 أشخاص. يعني قربنا مع بعض فعلا، يعني كثير كانت حلوه فعلا. نتمنى لكم السلامه وكل عام وانتم بالف خير. السيده فاتن عباره من مرسين، شكرا جزيلا لك. شكرا لك وكل عام وانتم بخير جميعا. هلا بدنا نروح لالمانيا، حيث يقضي معظم السوريين عيدهم داخل منازلهم وسط اجراءات مواجهه فيروس كورونا. نتعرف على تفاصيل عيدهم في هذا التقرير. لم تفتح مساجد ألمانيا أبوابها للمصلين في عيد الفطر هذا العام، ولم تتمكن جمعيات الجاليات العربية والمسلمة فيها من إقامة احتفاليات كما في كل عيد. فعلى الرغم من تخفيف الإجراءات التي تفرضها الحكومة الألمانية للحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أنها ما زالت تحضر التجمعات التي تضم أكثر من 20 شخصاً. العيد الماضي سوينا له مسرح للطفل، سوينا كورال للأطفال، حاولنا دائما أنه نهتم بالطفل مشان يعرف أنه هي مناسبة لازم يحتفل فيها. حاولنا نضيف شيء اسمه ساحة العيد. بسبب كورونا وبسبب التدابير اللي أخذتها الاحترازية اللي أخذتها الحكومة الألمانية توقف كل شيء، ما قدرنا نساوي هذا العمل، على أمل بالعيد القادم إن شاء الله تعالى نرجع نكرر هي التجربة مرة ثانية. تسمح آخر القرارات الألمانية المتعلقة بكورونا باجتماع عائلتين في مكان واحد بشرط مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، لكن الخشية من العدوى منعت إيمان من اصطحاب أطفالها كالعادة في زيارات عائلية أو حتى إلى الحديقة القريبة من منزلها. هو لأنه في الغربة هو صعب العيد يعني في كل الأحوال، بس يعني الأعياد اللي قبلها يعني كنا نطلع ناخدهم على رفقاتنا هون في ألمانيا،
وناخذهم على مثلا على المطاعم على مدينه الملاهي مثلا لعبهم. بس هلق ما وقع نحسين عملنا لهم اجواء البيت في البيت يعني في البيت عملنا اجواء اشتريناه عملنا حلو عيد معمول كذا ولبسناهم. ألقت تداعيات كورونا كذلك بظلالها على أسواق العيد في ألمانيا، حيث سجلت نسبة الإقبال على المطاعم ومحل الحلويات العربية والتركية في المدن الألمانية انخفاضاً لافتاً مقارنة بمثيلاتها في الأعوام السابقة. هذاك العيد كان في إقبال كتير على الحلو، هلأ العالم يعني في إقبال بس ما مثل هداك السنة. هديك السنة ما كان في كورونا، ما كان العالم عم تخزن أكل، ما كان في مصروف، ما كان في كذب. العالم كانت مشتهية الحلو، تطلع تاخد، يضل الشغل مثلا للساعة 12 بالليل نشتغل وما أحلانا. هذه السنة غير هديك السنة، هذه السنة كانت الأمور يعني شوي صعبة، يعني الساعة 8 المساء أو 9 المساء ما بقى تلاقي حدا بالشارع، العالم خايفة، ما بقى مثل الأول. تستمر معدلات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا بالانخفاض، ومن المتوقع أن تشهد نهاية شهر أيار الجاري تخفيفاً إضافياً في إجراءات الوقاية والتباعد التي تفرضها حكومات المقاطعات، ويأمل السوريون وغيرهم من الجاليات المسلمة هنا أن يأتي عيد الأضحى القادم وقد انتهى الوباء تماماً. الحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا من ألمانيا بلال الخضر، وهو رئيس رابطة المجتمع المشترك. أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بخير. مساء الخير ويسعد أوقاتكم وكل سنة وأنتم سالمين، أنتوا لكل اللي عم يشاهدونا. وأنت بألف خير. أستاذ بلال، يعني قديش استفاد السوريون اليوم خلال هذا العيد من تخفيف القيود بألمانيا، خاصة أنه ألمانيا كان لها يعني طابع خاص بالتعامل مع كورونا وهي تعتبر من أنجح الدول اللي تعاملت مع هذا الوباء؟ تمام، انت حضرتك تفضلتي انه المانيا لها طابع خاص. هلا اللي ملاحظ انه ما كان في تشديد كتير بالمانيا على موضوع الحظر، اصلا ما انفرض حظر اصلا بالمانيا. والملاحظ والجميل اكثر انه السوريين كانوا ملتزمين جدا جدا بموضوع التوصيات الامنيه اللي بيحافظوا عليها الالمان. لكن الجميل بالموضوع انه كمان اخذوا موافقه لاقامه صلاه العيد بشمال الراين اللي هي من أكبر مساحات بألمانيا، أقيمت صلاة العيد في مدينة هيرنة بمدينة توردموند، طبعاً مع المحافظة على تفاصيل الأمنية اللي هي مسافة متر ونص زائد الكمامة، وتمت بنجاح. حلو. أستاذ بلال، إذا بدنا نحكي عن العادات، عادات السوريين بالأعياد، إلى أي مدى حافظ عليها السوريين بألمانيا، ومثلاً شراء مستلزمات العيد، قد تأثرت هاي الفترة؟ الملاحظ هون كمان أنه العدد كبير، عدد الجالية الموجودة السورية هون كتيرة وأثرت بشكل كبير بالمجتمع الألماني، فحافظت على تقاليدها اللي كانت بسوريا. موضوع الأعياد كان مفروض هاي السنة أنه يكون في ساحة عيد للأطفال، لكن بسبب كورونا التغى هذا الوضع، فتعوضت بداله بموضوع أنه الجمعية مثل غير الجمعيات، مو بس جمعيتنا، زاروا الأطفال بالبيوت، وزعوا لهم هدايا، وزعوا لهم حلويات، شغلات خفيفة للأطفال للتعويض أو للتذكير دائماً أنه في عيد عشان ما ينسوا تماماً. وبالتالي عم تستعيدوا عن التجمعات بهي المبادرات اللي عم تقوموا فيها. تماماً، لأنه صعب جداً التجمعات يعني، وخطيرة يعني، بتؤدي لإصابات بكورونا وكذا، ونحن في غنى عنا كضيوف سوريين موجودين بألمانيا. ما بدنا أي ملاحظة تنحط على السوريين تحديدا اللي أثبتوا مرة تانية، برجع بعيد لك، فعاليتهم التامة والتزامهم الكامل. طب يعني هل تفاعل الأطفال عم بيكون هيك يعني، في تفاعل من الأطفال مع هيك مبادرات، أم أنه لهلا الطفل بفضل الحركة، بفضل الخروج إلى الشارع والحدائق مثل ما ذكرت، أم أنه هن فعلا صار في قناعة وصار في جو عام بالبلد؟ الطفل بيقلد أبوه وأمه، فلما بيشوفوا ملتزمين بده يلتزم أكيد. بس طبعا ما بيمنع الأمر أنه بيتمنى ويلعب ويمارس، لكن ضغوط. فمثل ما تفضلت أنه هذا تعويض خفيف جدا، أنه اضطرينا نزور بعض الأحياء اللي بتواجد فيها السوريين، نزلوا الأطفال للمدخل تبع البناء اللي هن فيه. الملاحظ أنه
السوق الشرائيه تبع الالبسه كانت خفيفه جدا جدا هاي السنه. ما كثير هاي، فكان الانصباب كله نحو الحلويات. لانه الناس قاعده بالبيت، فشوي اقتصدوا بموضوع الالبسه واتجهوا يمكن مثل ما ذكرت للحلويات والمأكولات. طبعا. اللي بتحسسنا بجو العيد. هلا مثل ما ذكرت تم تخفيف بعض الاجراءات الوقائيه الاحترازيه من فيروس كورونا في المانيا، برايك هل تتوقع تخفيف مزيد من الاجراءات في نهايه شهر ايار، خاصه انه كان يعني عدم مسموح التجمعات مثلا، الان مسموح للعائله لعائلتان مثلا الاجتماع او لعائلتين؟ يعني أنا بتوقع من هون لنهاية شهر أيار حتى الحدود عم تفتح بين البلدان. هلأ فتحت مع هولندا، فتحت مع بلجيكا، مع فرنسا، فتحت الحدود، فبتوقع ما عاد في شيء من هون لنهاية شهر السادس. بيكون الموضوع بس محافظة على متر ونص والكمامة فقط لا غير. يعني ما بتتوقع يكون في تخوفات كثير من الناس مثلا مثل بتركيا صار عندها ردة فعل، يعني حتى بايام اللي ما بيكون في حظر عم تخاف انه تطلع برا بيتها، فصار في مثل حاله هلع عند بعض الناس وخاصه كبار السن او الاطفال مثل ما ذكرنا. هذا الشيء مو موجود باوروبا. اذا بتقصدي السوريين فهن من اول يوم كورونا ما انه خايفين. طبيعي جدا. اذا بتقصدي على الحكومه الالمانيه كمان هي ما عملت هذا الإعلام اللي كتير بيخوف الناس. صحيح. وكذا تركت الأمور ببساطة جدا جدا، ما في أي قلق. يعني ما زال الناس بتسلم على بعضها، ما زال الناس بتمشي بالشارع، ما في حظر، ما في أي شيء. لكن بضمن برجع بقول لك وبحكي للأستاذ الكريم إنه في شروط اللي هي متر ونص، الكمامة، هدول بيحافظوا عليها، وهذه الشروط المتبعة بكل أنحاء العالم. وجود التنظيم أو النظام بالتعامل، يعني إذا الحكومة عم تتعامل بهذا النظام فأكيد بدهم يجاوبوا مع السكان، هذا شيء كتير منيح. وكان في أمان حقيقة عند اللاجئين السوريين موجودين بألمانيا بسبب الإجراءات اللي اخذتها ألمانيا مثل ما ذكرنا ببداية. وهذا بالنهاية يعني بيصب بمصلحتهم. وبنتمنى لكم السلامة وكل عام وأنتم بخير. مجددا بلال خضر رئيس رابطة المجتمع المشترك، شكرا لك. شكرا ليلك وكل عام وانتم بألف خير. نحن رح نروح لفاصل ومتابعين معكم بحلقة ثانية أيام العيد.